السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية، مدرسة يوب. مدرسة يوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة. لنشر فيديوهات على اليوتيوب، برجاء اللي لسه مشتركش في القناة يشترك عن طريق الزر الأحمر ويدوس على الجرس عشان يوصلوا كل جديد فضلا وليس امرا. وكمان هتلاقوا روابط صفحتنا على الفيسبوك اسفل شاشه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع سلسله تصنيع الزيوت في المنزل المضاده للالتهابات في المنزل، النهارده معانا الزيت السابع وهو زيت الميليسا. وده منظر عشبه الميليسا اهي يا جماعه، عباره عن اعواد واوقاء بتكون طويله شويه. هناخد منها معلقه ونص من اول. نشكر الله، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا هي خفيفه الوزن، فانا باخد معلقتين يعني ما يعادل 25 جرام. المفروض في الاعشاب الصغيره اللي هي بتبقى حبيبات صغيره باخد معلقه ونص بالظبط، لكن هنا انا بزود علشان هي خفيفه جدا في الوزن، فبزود لحد ما احس ان انا وصلت ال 25 جرام او ما يعادل معلقه ونص مليانه لو العشبه صغيره في الوزن. بنزل كده كده، اعتقد ان هو كافي بالمنظر ده. ممكن ازود شويه، عفوا بزود كده المنظر ده، وبعدين بحط عليها ما يعادل هنا حوالي 100 مللي من زيت الزيتون. مش هدخله كله دلوقتي عشان خاطر المطحنه بتاعتي يعني بتنزل. لما بطحن الوجبه هنا علشان احتفظ بكل زيوت الطياره جوه زيت الزيتون. اثناء الطحن لو طحنتها على الجاف هتتطاير زيوت الطياره، وهتكون الفايده قليله لو انا طحنت العشبه وبعدين حطيت عليها زيت الزيتون. لكن بالطريقه دي ان شاء الله انا بحصل على اعلى استفاده ممكنه من العشبه وزيوت الطياره اللي جواها. هبتدي اطحن. بسم الله. وده المنظر اللي بحصل عليه. بجيب برطمان الزجاج وبنزل فيه الزيت بتاعي، بكمل المقدار اللي هو ال 100 مللي بتوعنا، بننزلها كده وبننزل هنا جوه البرطمان. كده حصلنا على الزيت الزيتون بخلاصة العشبه. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه ان انا هجيب حمام مائي في ميه مغليه لمده 25 دقيقه على نار هاديه، احط الميه على ان الميه تغمر الزيت، يعني تبقى فوق الزيت، يعني فوق مستوى الزيت، والعبوه بتاعتي مقفوله لمده 25 دقيقه عشان اكمل استخلاص الزيت. وهوريكم باذن الله منظر الزيوت في الحمام المائي. بعد كده بصفيها في قطعه من القماش او المعقم عشان احصل على الزيت بخلاصه العشبه. الزيوت دي كتبها الدكتور جميل قدسي لي والدتي، عشان هي عندها خشونه جدا جدا في الركبه، ومفروض ان هي تغير المفاصل، ولكن هي لجأت للخيارات الطبيعيه. فكان الزيوت دي بتكافح مجموعة الزيوت ده، وده الزيت السابع اللي هو زيت عشبة بس ايه الميليسا. زيت عشبة الميليسا. الزيوت العشرة اللي احنا بنعملها مع بعض علشان تكافح الثمان مركبات كيميائية بيطلقها الجسم نتيجة وجود خشونة المفاصل، فالإنسان يحس بالراحة، لأن المركبات اللي بتطلع من الزيوت دي بتكافح كل المواد اللي بيطلقها الجسم نتيجة الخشونة، غير زي ما الدكتور بيقول، غير المركبات الكيميائية والأدوية الكيميائية المضادة للالتهابات بتكافح نوع أو نوعين بس من المركبات اللي هي بتسبب الإحساس بالألم. لكن إن شاء الله الزيوت دي بإذن الله تكون فعالة. فشير يا جماعة للناس اللي عندها خشونة في المفاصل، إن شاء الله يكون بإذن الله حاجة مفيدة ليهم، وإن شاء الله نكمل بقية الزيوت بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.